الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقبل أن نبدأ في موضوعنا، أرجو من حضراتكم التقدم إلى الأمام قليلا، وأن نمهل الأماكن الخالية حتى نفسح للواقفين والواقفين خارج المسجد. تفسحوا يفسح الله لكم، كل من كان أمامه نقطة فليملأها. تقدموا إلى الأمام وافسحوا للواقفين وافتحوا الأبواب للخارجين، من هم خارج المسجد حتى يتمكنوا من الدخول، فالجلوس في داخل المسجد أفضل من الصلاة خارجها. في كل يوم يثبت أهل مصر أنهم حصن الإسلام، وعندما اقتربت من ساحة المسجد ووجدت هذه الوجوه طيبة فرحة بهذا البناء بعمارة بيت الله، ترسخ ما هو راسخ وتأكد ما هو مؤكد من أن بلدا يفرح بعمارة بيوت الله ويحرص على أداء فرائض الله لن يضار ولن يضام أبدا إن شاء الله. مصر الكنانة في حفظ وفي كنف، مصر الكنانة في حفظ وفي كنف، قد ضمن الذكر الحكيم أمامها. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فليسألوا التاريخ عن أبطالها، وليفهموا ذكر النبي أجنادها. خير الجنود جنود مصر، فاقدروا أرض الكنانة أهلها ومقامها. وكان شوقي يقول: يا راكب الريح، يا راكب الريح حي النيل والهرم، يا راكب الريح حي النيل والهرم، وعظم السبح من سيناء والحرم، واخفض جناحك في الأرض التي حملت، واخفض جناحك في الأرض التي حملت موسى رضيعا وعيسى الطهر من فاطمة. هذا فضاء، يقصد فضاء مصر، أرض مصر، هذا فضاء تلم
المريح خاشعة به ويمشي عليه الدهر محتشما ويقول بني مصر بني مصر مكانكم تحية تحية وتجهز بني مصر مكانكم تحية فهيا مكنوا للملك هيا بني مصر مكانكم تحية فهيا مجدوا مهدوا للمجد هيا خذوا شمس السماء خذوا شمس السماء له حرية ألم تك تاج أولكم ملية لنا وطن كلمة لنا وطن كلمة كبيرة لا يدرك إلا المشردون والمشتتون واللاجئون في أنحاء الدنيا تلفظهم بلد وتطردهم أخرى وتنصب لهم المخيمات التي لا تفي ثالثة الزوجة في بلد والبنت في بلد والولد في بلد لنا وطن بأنفسنا نقيه لنا وطن لنا وطن نحافظ عليه لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه فنحن بني السماء الأعلى نمانا رجال علموا الدنيا علموا الدنيا الرقية نقوم على العمارة ما حيينا نفعل ما نستطيع بنهضة في هذا البلد نقوم على العمارة ما حيينا فإن نمت ونعهد بالتمام إلى بنينا وفيك نموت مصر كما حيينا ويبقى وجهك المفدي حيا مصر ستظل محفوظة بحفظ الله وبأمنه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن مصر وأهلها فاتخذوا منهم جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم وأهليهم وذويهم في رباط إلى يوم القيامة فهذا أمان وبلد بهذه الروح وبهذا الإقبال على الله وبهذا الحب لله سيظل محفوظا بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله تعالى ومع بداية عام جديد عام بإذن الله نهار عمل أمل في كل شيء وأؤمن وأتفاءل كما يتفاءل أكثر المصريين بأن عام الخير هذا عام 2018 إن شاء الله يأتي بالخير والنماء بعدما يمكن أن أطلق عليه أو بعد 7 سنوات صعاب أو شداد تحملها هذا الشعب الأمين بحكمة وصبر وعمل معا وهذا يذكرنا بما كان أيام سيدنا يوسف عليه السلام غير أن سيدنا يوسف عليه السلام وضع خططا ونحن الآن أمام دولة قوية وقيادة واعية تضع الخطط أيضا التي يطول ذكرها لكن لنعود إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما مرت مصر بظروف في صعوباتها لكن الصعوبة هناك كانت صعوبة اقتصادية أما مصر الآن فتخوض 3 حروب متزامنة في وقت واحد الحرب الأولى في مواجهة الإرهاب والتحديات حيث تتكالب الدنيا في محاولة لإسقاط مصر التي لم تسقط إن شاء الله وسيرد الله كيد أعدائها في محورها فعلى مر التاريخ وفي كل حلقات الاستعمار بداية من أيام التتار إلى الاستعمار الحديث كانت دول المنطقة تتساقط واحدة تلو الأخرى وتبقى مصر بفضل الله وحفظه قوية فتية صارمة تصد أطماع الطامعين وغزو المستعمرين وعلى حد قول حافظ إبراهيم ما من يرى من راح سليما من قديم عناية الله جندي كم بغت دولة علي وجرت ثم زالت وتلك عقبة التعدي في
في كل مرة كانت تقف صامدة وتساعد أشقائها على إعادة بناء أنفسهم، والتاريخ يعيد نفسه، ومصر ستظل صامدة وستساعد أشقائها أيضا على الخروج من محنهم وصعابهم بعد أن خرجت بفضل الله من اللحظات الصعبة. حرب مواجهة الإرهاب والتحديات، وحرب التنميع في المشروعات الكبرى التي لا يدركها إلا من رأى بعينيه حجم الإعمار والبناء في البنية التحتية وفي المشروعات التي بدأت تؤتي ثمارها وستؤتي مزيدا من ثمارها بإذن الله، بما نؤمل أن يكون مع بداية هذا العام إن شاء الله تعالى. أما الحرب الثالثة التي ربما نتحدث عنها في الخطبة الثانية والتي هي واجب في أعماقنا جميعا، هي مواجهة الفساد بكل أنواعه، سواء كان فسادا ماليا أم فسادا إداريا أم ضعفا في النفوس أم قبولا للحرام، فهي تخوض حروبا متعددة في وقت واحد، والأمانة في أعناقنا جميعا وفي أن نتقي الله عز وجل. نقف عند ربما نقطتين أو ثلاثة. النقطة الأولى، مع استقبال عام جديد لابد أن نستقبله بالتخطيط وبالخطط. فالعاقل من يدرس أموره جيدا، وعندما حدثت المحنة أيام سيدنا يوسف عليه السلام كما حكى القرآن، وعندما قال ملك مصر آنذاك إني أرى سبع رؤيا في منامي، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وعاد الرجل الذي نجا من صاحبي يوسف في السجن، من صاحبي يوسف عليه السلام ممن كانوا معه في السجن، يوسف أيها العزيز أفتنا. قال سيدنا يوسف عليه السلام تزرعون سبع سنين دأبا، بداية عمل نحتاج إلى جهد وإلى عمل، والبناء يحتاج إلى عمل، وخير الأيدي التي تأكل من عمل يدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. ولما تحدث الناس للإمام علي رضي الله عنه في امتهانه بعض المهن وفي العمل، فقال لحمل الصخر، لحمل الصخر من قمم الجبال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في زد السؤال. لأن يحتطب أحدكم على ظهر يخر إلى الجبل فيقطع الأخشاب ويحملها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شكل نخل أو نحوه، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، وفي رواية فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليفعل، زرع من قبلنا فأكلنا ونحن نزرع ليأكل من بعدنا. تزرعون سبع سنين دأبا متواصلا بجد وهمة ونشاط وتعب، فما زرعتم فما حصدتم فزرعوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هنا دعا إلى زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك بالأمرين، فما حصدتم فزرعوه في سنبله إلا قليلا، أخذ أسباب العلم حتى يعيش مدة أطول، فزرعوه في سنبله إلا قليلا، لم يقل إلا ما تأكلون، إلا قليلا مما تأكلون، بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهنا يجب أن نشكر الله، لأن مما نفتقد في زماننا هذا الشكر، نعيش حياة طيبة نسأل فيها عن النعيم، وازن بين ما أنت عليه الآن وما كان عليه أباؤنا أو أجدادنا،
بل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كنا ننقص في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين ثلاثة أهلة تؤكد ثلاثة أهلة مع الهلال ثم الهلال ثم الهلال لتؤكد أن الأمر على الحقيقة لا على المجاز، وأن الشهرين كان كاملين 60 يوما عدا وحصرا لا مبالغة ولا تجاوزا، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. بعض الناس عندما يسمع هذا الحديث يفهم أنهم لم يطبخوا لحما ولا نحوا، لا، لم يطبخوا لا لحما ولا خبزا ولا عدسا ولا جنس طعام مسته النار. ولذا فهم السامع فقال: ما طعامكم يا أم المؤمنين إذا ماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان الطمر والماء، وما شبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ثلاثة أيام اتباعا، وفي رواية: وما شبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. وكان سيدنا عمر بن الخطاب وهو الخليفة لما اشتهت زوجه الحلوى مرة واحدة كما يقول حافظ، لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قالت: لك الله، إني لست سائلة مالا لحاجة نفسي كنت أبغيها، إني أجنب شيئا أدخر جزءا من مصروفنا، إني أجنب شيئا من وظيفتنا في كل يوم على حال أسويها حتى إذا بلغنا ما يكافئها شريتها مرة واحدة ثم إني لا أثنيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس شريها. ما فاض عن قوتنا ما فاض عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال ورديها. جوع الخليفة جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان مليئة. إن جاع في شدة قرن شاركته في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، فمن يبالي أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشريحا. وها بعض التابعين سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يحمل نفسه على الخبز والزيت، وبعد مدة يحملها على الخبز والخل، فقال له: ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال: أحمل نفسي على الخبز والزيت، فإذا ألفت الزيت حملتها على الخل، فإذا ألفت الخل أعدها إلى الزيت، أخشى أن تركنا إلى الحياة الدنيا. الرضا والشكر والصبر مع العمل. الجانب الأول التخطيط: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فزرعوه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك السبع منشدات يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. امتحان ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ولكن ليبلوكم أحسب الناس أن يطعقوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. وهنا لما ذهب رسول الملك وعاد إليه وقص عليه الرؤيا قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال سيدنا يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
هذا ما نتمم به الحديث ان شاء الله في الخطبه الثانيه. طول الى الله يستر ويعفو عنها. ولا يستسيغن احد المال الحرام
فهو سم قاتل لا تصلح معه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام. فإذا صلى وقال ودعا أو إذا صام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا زكى ظلمت صدقته في وجهه، وإذا خرج بالمال الحرام حجا أو ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. نفقتك حرام ومطعمك حرام وملبسك حرام. بعض الناس يظن الهروب من العمل وعدم الوفاء بحقه زكاء وينسى أنه يأكل ويطعم أبناءه ماء تحرقهم في الدنيا قبل الآخرة. بعض من يتجرؤون على المال العام ويظنون أنه كلب مباح وأنه لا صاحب له. المال العام ملك للوطن كله وللناس جميعا، ومن تجرأ عليه جاء يوم القيامة وكل الناس، كل من كان له حق في هذا المال العام يقف مطالبا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ووضع الكتاب فقال المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الآيات التي قبلها ويوم نسير الجبال وطال الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كيف كما خلقناكم أول مرة؟ وفي سورة الأنعام لقد جئتمونا ولقد جئتمونا فرادى كل واحد وحده كما خلقناكم أول مرة. بعض الناس يقول لن يأخذ أحد من الدنيا إلا الكفن، أقول لك ولا حتى الكفن، لأن الكفن سيبلى، ولأنك عندما تلقى الله ستلقاه كما ولدتك أمك بلا كفن. كما خلقناكم أول مرة. وهنا تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله يا رسول الله الرجال والنساء، يقول الرجال والنساء عائشة تتعجب الرجال والنساء كما ولدتهم أمهاتهم الرجال والنساء عائشة الرجال والنساء يا رسول الله، يقول لها الأمر أشد عائشة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قال أهل العلم التي في الشهر الأول تضع والتي في السادس تضع والتي في الخامس تضع بأوان وبلا أوان. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سألوا أحد الحكماء هل هناك لحظة أصعب من الموت؟ قال نعم، أصعب من الموت أن تتمنى الموت فلا تجده، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وأهل جهنم جميعا يتمنون الموت فلا يجدونه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لما يئسوا من الخروج طلبوا التخفيف ولو يوم واحد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. على الجانب الآخر، وهذا ما نختم به، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هل رأيتم الملائكة تتنزل على أحد؟ نعم، تتنزل لحظات الموت، تتنزل عليهم الملائكة في سكرات الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تقلق لا على أولاد ولا على زوجة، لأنك في حفظ الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فإذا جاء يوم القيامة وخرج الناس للحشر، أوقف الله لك ملكا كما أرسل لك ملكا يطمئنك عند الموت، ألا تخافوا لا مما أنتم مقبلون عليه ولا مما تركتم، فأنتم وهم في حفظنا وعنايتنا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم ماذا؟ وتتلقاهم الملائكة عند الخروج للبعث. يأتي ملك لكل عبد من عباد الله المؤمنين يطمئنه ويثبته، لا يحزنه الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم الرب لعزتي بنفسه، يا عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيت عني؟ فيقول من رب وكيف لا ترضى، وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطى على قلب بشر. فيقول يا عبادي إن لكم علي أن أرضى فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. هذا يوم أعمل له قبل أن يقال لك، وسيقال لكل واحد منا إن اليوم والغد يا ابن آدم جاءوا ودفنوك، جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك، وعادوا وضاقوك، وعادوا وضاقوك، ولم ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، اصدر كما تريد، سيأتي اليوم العدل، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نسأل الله أن يجعلنا في رحمته. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام وما يؤدي إليه. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن من سواك. اللهم طهر أجسادنا من الحرام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والسلك والمرض. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فضيته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.